إذن للحديث عن تأثير التوقف الدولي على الدوري الإنجليزي بينضم إلينا من باريس محمد منظور الناقد الرياضي. أهلا بك ومرحبا في البداية، ودعنا نبدأ الحديث بتشيلسي صاحب الصفقات الأكبر. برأيك سيد محمد، ما هي أسباب نتائج تشيلسي المتواضعة، وهل يستغل المدرب فترة التوقف لتصحيح هذه الأخطاء؟ مساء الخير عليكم جميعا وأهلا بكل المشاهدين. الحقيقة ما تشيلسي بيعاني من عدة سنوات من حالة تخبط إداري كبير جدا، بداية من رحيل أبراموفيتش الذي كان يعلم كل شيء عن النادي ويعلم تفاصيله ويعلم كل شيء في إدارته. توب ويلي المالك الجديد لنادي تشيلسي يتعامل بمنطق تجاري بحت، وحتى هو فشل في هذا المنطق التجاري. تعاقدات كثيرة جدا في أماكن ليس الفريق في حاجة لها. أنا قرأت أحد الصحفيين الكبار في أوروبا كتب أن تشيلسي قبل الميركاتو السابق كان يعاني من مركز حراسة المرمى وخط الهجوم، وبعد إنفاق حوالي 300 مليون جنيه استرليني في هذا الميركاتو ما زال يعاني من مركز حراسة المرمى وقلب الهجوم. فبالتالي يتضح للجميع أن الإنفاق لم يكن في محله، هناك مشاكل عديدة في هذا المكان. موريسيو بوتشيتينو له خبرة سابقة في إدارة نادي توتنهام، ولكنه فشل في إدارة فريق باريس سان جيرمان. هنا ممكن يكون أمر نضعه في الحسبان، إن هو ممكن يكون بيعرف يتعامل مع فريق ليس مرشح، فريق ليس من ضمن طموحاته الفوز باللقب واللعب على الألقاب واللعب على دوري أبطال أوروبا، ولكن حين يتعلق الأمر بفريق مطالب بكل هذا فالأمر يختلف. طبعا من السابق إن احنا نتحدث عن كل ده، ولكن تشيلسي يعاني واعتقد انه سيظل يعاني ولن يكون الامر بالهين من هنا لنهايه الموسم. اعتقد انه حيكون في احد المراكز الاربعه ولكن لن يكون منافس على الله. يبدو ايضا ان مانشستر يونايتد لم يقنع جماهيره بالاداء في الجولات الماضيه للدوري، كيف يستغل الان تنهاج فتره التوقف للعوده للاداء الجيد مره ثانيه؟ هي فرصة في إيريك تن هاج لعودة المصابين، لعودة بعض اللاعبين اللي ما بدأوش من بداية الموسم بشكل جيد. في هناك بعض اللاعبين محتاجين إنهم يدخلوا في فورمة المباريات. هي فترة لالتقاط الأنفاس، فترة لمراجعة الحسابات، فترة لرفع المستويات. هي دائما ما تكون بداية موسم بعض الأندية ما تبقاش في الجودة بعد كده. لكن احنا لو رأينا هنلاقي مانشستر يونايتد الموسم الماضي كان أيضا نفس الحكاية، كانش بيأدي بداية موسم جيدة، ولكن فيما بعد تخلص من الاعباء وبدا يدخل في جو المباريات وادى بشكل جيد في كل البطولات اللي كان بينافس عليها. اعتقد ان هي فرصه جيده لإريك تن هاج لعوده المصابين وعوده شكل الفريق الجيد اللي ختم به الموسم الماضي. يبدو ايضا ان ليفربول استعاد توازنه قبل فتره التوقف، في رايك كيف ترى مستوى الفريق حاليا؟ مستوى الفريق في تحسن، يعني ليفربول ايضا عنده ميزه كويسه. هي طبعا هي تتنظر ان هي عيب، لكن هي في النهايه امر واقع ولكنه ميزه. عدم اللعب في دوري الابطال، فبالتالي هو مش مطالب ان هو يبذل كل طاقته في هذه البطوله الصعبه، وبالتالي عنده فرصه ان هو موجود في الدوري الاوروبي. الدوري الاوروبي يستطيع الفوز به على الاقل تجاوز المجموعه اللي وقع فيها بمجموعه من اللاعبين الاحتياطيين، حتى ليس عنده مشكله ان هو يجرب ويعمل تبديل مره واثنين وثلاثه. لذلك انا اعتقد ان ليفربول سيكون فيما بعد منافس قوي على الدوري الانجليزي، لانه سيكون عنده اريحيه كبيره في الدوري، عنده فرصه ان هو يركز في الدوري فقط، عنده فرصه ان هو يريح نجومه في مباريات الدوري الاوروبي اللي ما كانش عنده الرفاهيه دي من قبل وهو بينافس في دوري الابطال، لكن هذا الامر موجود حاليا، وبالتالي سيكون له كلمه في الدور الثاني للدوري الانجليزي اذا ما استمرت النتائج جيدة كما هي الحال في بداية الموسم. بالحديث أيضا عن تجربة توتنهام حاليا مع المدرب الجديد، يبدو أنها تجربة بدأت تثبت نجاحها، برأيك هل يستمر الفريق في هذا الأداء أم قد تؤثر فترة التوقف سلبيا على الفريق؟ هي دي بقى المشكلة، إن احنا دايما بنقول دايما في ميزة في التوقف بالنسبة للأندية اللي عندها مشاكل تراجع حساباتها، بيبقى في عيب للأندية اللي قطار النتائج والأداء بيمشي فيها بشكل جيد. ولكن توتنهام اعتقد ان هو ما كانش حد ابرز المتفائلين يتوقع ان هو يكون على قمه الدوري بهذا الاداء وهذا الشكل وتالق جميع لاعبيه والمدرب الكبير جدا اللي قدم
نتائج جيده مع المنتخب الاسترالي من قبل، اعتقد ان دي ما كانتش في صالح توتنهام، ولكن هو اختبار نفسي واختبار رياضي واختبار ذهني لجميع اللاعبين وللمدير الفني وللجماهير. هل الفريق جاهز للمنافسه على اللقب؟ هل الفريق هيكمل بنفس الشكل؟ هل الفريق يستطيع تجاوز هذه الراحه ويعود كما كان قبلها؟ اعتقد ان الامور دي هي اللي هتحدد، وهي الامور دي اللي بتحدد بالاضافه لفتره منتصف الموسم في الدوري الانجليزي اللي ما فيهاش راحه واللي بتسمى بالبوكسنج داي. اعتقد ان هي الفترتين دول هم اللي هيحددوا بشكل كبير هل توتنهام جاهز لمنافسه على اللقب ام لسه شويه. نيوكاسل حاليا يبدو انه يقدم نتائج غير موفقه، كيف ترى الان مستوى الفريق؟ وهل يستطيع ان يستغل مدربه ايدي هاو التوقف لتفادي هذه النتائج السيئه قبل المشاركه الاوروبيه؟ القرعه خدمتش نيوكاسل بشكل كبير سواء في قرعه دوري الابطال او في قرعه بدايه الدوري الانجليزي الممتاز. اللاعب فرق قويه جدا، كان عنده بعض المشاكل في بعض المباريات، وكان وكذلك في دوري الابطال هي كانت مفاجاه ان هو وقع في اقوى مجموعه في كل المجموعات وحدث فيها صعوبه وحدث فيها مشاكل في تجاوزها مع يعني انديه متمرسه سواء الميلان او بروسيا دورتموند او باريس سان جيرمان، هيبقى عنده مشاكل عديده. واللي عايز اقوله ان ايدي هاو نفس اللي كنت بقوله على موريسيو بوتشيتينو في جزئيه محدده، ان هو في العام الماضي ما كانش مطالب ان هو يحقق شيء غير انه يصعد للدوري الاوروبي، يصعد لدوري الابطال. الفريق ما زال في مرحله البناء، الاداره السعوديه بتقف ورا الفريق بشكل جيد ولكن بحسابات معقوله وليس بإنفاق عظيم وكبير كما كان يفعل مانشستر سيتي في بداياته. الان هو اصبح في وضع منافس والجميع ينتظر منه ان هو ينافس، والجميع ينتظر منه ان هو يكون موجود في دوري الابطال، وينتظر ان يكون في الاربع مراكز الاولى. فامر جديد على ايدي هاو لانه مدرب لم يسبق له ان هو تولى فرق كبيره من قبل، وما زال صغير في السن، ولكن مدرب جيد اثبت امكانياته مع اكثر من فريق ولكن كلها فرق صغيره. اعتقد ان الامور دي هيكون محطوطه في الحسابات اذا لم يوفق الفريق في التكمله في دوري الابطال الاوروبي، واذا لم يوفق في دوري الانجليزي هذا العام اعتقد ان الاداره ستتدخل وسيكون هناك تعاقد مع اسم كبير ومدير فني كبير في النادي نيوكاسل، ولكن الامر لسه لما نشوف تحسن نتائج هيحدث ام لا. محمد منظور الناقد الرياضي كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.